محاضرات التدريب الصيفي هي البايو، يعني بخصوص البايوكيمستري او الكيمياء الحياتيه. احنا درسنا الكيمياء الحياتيه، يعني مو شيء جديد علينا، لكن الكيمياء الحياتيه تريد تدريب. كل ما انت ايدك تاخذ على البايبيت، تاخذ على السبكتروفوتوميتر، على موازنه السنترفيوج، على سحب الدم، انت حتكون مضبط البايوكيمستري. اذا نجي على شنو، اذا فتنا لاي مختبر نريد نشتغل به، شنو هي الاشياء اللي احنا ممكن نحتاجها على مود نشتغل بمختبر بايوكيمستري؟ اكيد راح نحتاج السبكتروفوتوميتر، لانه هو هذا الجهاز اللي راح يقيس لنا التحاليل المختبريه اللي احنا نحتاجها. راح نحتاج سنترفيوج، وفائده السنترفيوج هي لفصل الدم. حنحتاج ووتر باث اور انكيوبيتر، نحتاج درجه حراره معينه لكل اختبار، فالووتر باث والانكيوبيتر تساعدنا في ضبط درجه الحراره. ممكن نحتاج شيكر عن مود لا يصير عندي فصل بالدم، اذا انا احتاج هول بلاد فاحتاج وجود الشيكر. احتاج المايكرو بايبيت. طبعا هنا اوضح انه المايكرو بايبيت بها عده قياسات. عندي ام الواحد مول هي تساوي لي 1000 مايكرو لتر، وعندي ام من 10 الى 100 مايكرو لتر. فانتبه انه الواحد مول يساوي لي 1000 مايكرو لتر، فانت من تجي تشوف بايبيت مكتوب عليها 100 مايكرو لتر، يعني هذا ايش قد؟ 0.1 مل. بس ننتبه على القياسات. طبعا المايكرو بايبيت احنا مشتغلين عليها، ونعرف انه المايكرو بايبيت بها ضغطين، الضغطه القويه والضغطه الخفيفه، هاي لازم اركز عليها على مود ان شاء الله يوم الثلاثاء ما تخربطون بسحب الماده من بواسطه عفوا المايكرو بايبيت. الضغطه القويه هي لافراغ محتويات المايكرو بايبيت. الضغطة الخفيفة هي فقط لتفريغ الهواء ومن ثم سحب المادة. ومن أجي أجيب التيوبة أريد أفرغها حأضغط على الضغطة القوية. عندنا أيضا نحتاج البلين تيوب أو الجل تيوب، وطبعا لازم نخلي عليها اسم البيشنت، عمر البيشنت، وجندر جنس البيشنت. طبعا التيوبة إذا ما بها اسم فإحنا لهنا انتهى التحليل، يعني سواء ساحب دم مضبوط، سواء البيشنت صايم أو ما صايم، يعني نطبق كل الشروط. وجيت على التيوبة ولقيت التيوبة ما بها اسم فهذه تهمل. ممكن أتغاضى على العمر، ممكن أتغاضى عن الجنس، لكن المشكلة بالاسم مشكلة عويصة. لازم أنا أعرف اسم البيشنت على مود أقدر أتوصل لعمره واتوصل لجنسه. ايضا ممكن احتاج الاي دي تي اي، ممكن احتاج اي دي تي اي اذا عندي هول بلاد. فاذا هسه عرفنا هذه الاشياء اللي ممكن احتاجها اذا طبيت لاي مختبر كيميائي. الانسترومنت يوزد فور بلاد كولكشن، شنو الاشياء اللي احتاجها اذا جيت ابدا اسحب دم؟ احتاج نيدل، احتاج تورنيكت، احتاج الكحول ايثانول 70%، واحتاج كوتون اكيد بالتاكيد. هاي الاشياء لازم عندي وين انا مسويتكم بالمختبر وحده سحب الدم، فهناك ان شاء الله حتلقون كل المستلزمات اللازمه لسحب الدم. زين، اجي على السؤال الاهم اللي هو السامبلز، العينات. اي بيشنت يدخل عليك مثلا يقول لك اريد شوجر. طبعا احنا مثل ما نعرف الشوجر ممكن يكون بالدم وممكن يكون بالادرار. فهنا انا لازم اعرف نوع العينه اللي راح اشتغل عليها. فمن يطب البيشنت ويقول لي اريد شوجر، انا مو بس اسكت، اوكي شوجر وفوت يلا تمام على وحده سحب الدم دا اخذ سامبل. لا، استفسر عنده، اشوف اذا عنده ورقه من الطبيب هو شو يريد الدم، عفوا السكر يريده بالدم، يريده بالادرار، حسب نوع التحليل. ايضا الدم ممكن ان يكون احتاج هول بلاد، ممكن احتاج سيرم، ممكن احتاج بلازما، حسب نوع التحليل. مثلا عندي السكر التراكمي احتاج هول بلاد، احتاج دم حي، يعني ما احتاج ان افصل سيرم وبلازما. فهنا احتاج فقط الهول بلاد، فاتجه للاي دي تي اي، ما اتجه لا للبلين تيوب ولا للجل تيوب. ممكن ان يكون السامبل يورين، مثل ما قلنا اذا كان عندنا شوجر، اذا كنا ناقص كيتون بادي، كنا ناقص البومين، هذا كله نحتاج اليورين.
السبرو سباينال فلويد السي اس اف، ايضا بعض التحاليل المختبريه او بعض الاطباء يطلب عينه السي اس اف، فلازم اكتبها على التيوبه انه هاي عينه سي اس اف. ست وسن، ولو بدي تحكين بس الباوربوينت ترى واقف على صورة واحدة. اي هسه بدي تحرك. اي اوكي، هسه انتي يا سلايد. اني هسه سلايد 3. اي اوكي تمام، هسه امشي. تمام. البلاد سبيسمن كولكشن اند بروسينج، طبعا شنو الاماكن اللي ممكن انه اسحب منها او الغالبيه؟ انا جبت لكم الاشياء الغالبيه اللي ممكن اقدر اسحب من عندها، اكيد من الفي ام بينكتشر بروسيجر من الوريد، ايضا ممكن من الفينجر ستيك بروسيجر من الابهام او من الاصبع، من الهيل ستيك بروسيجر من الانفنتس الحديثي. بالنسبه لي الفين بينكتشر بروسيجر، اول شيء انا قلت اعلم التيوب واحضر يمي واحضر عده السحب، من اجي اربط التورنيكه، انتبهوا شباب، من اربط التورنيكه اربطها على العضله اللي موجوده بالايد، يعني تقريبا فوق العكس تقريبا بثلاث اصابع، ثلاث الى اربع اصابع، اربطها مباشره على العضله، لا اربطها كلش عاليه ولا اربطها كلش قريبه على العكس، لان هنا ما راح يتضخم الفين بشكل صحيح او مطلوب على مود اقدر اسحب من عنده الدم، فمكان شد التورنيكه مهم جدا. بعدها اقوم بتعقيم المنطقه، ومن ثم اقوم ب زرق الابره بالايد واسحب. زرق الابره لا يكون بشكل 90 ولا يكون بشكل 180، يكون تقريبا بزاويه 30 الى 45. زرق الابره، من تزرق الابره بالايد يكون تقريبا الزاويه من 30 الى 45. اسحب الدم، افتح التورنيكه، ومن ثم اضع القطنه واسحب السرنجه. السرنجه اخر شيء تنسحب، افتح التورنيكه، اخلي القطنه، اسحب السرنجه. مثل ما تلاحظون عندنا هذه الصوره الفوق، هذه الصوره لايد مزرقه، شنو سبب هذا الزرق؟ هذا سببه اما حيكون صوت اللي دا يسحب او صوت البيشنت. شلون يعني صوت اللي دا يسحب؟ صوت اللي دا يسحب لانه ممكن اخترق الوريد ودخل الى داخل الايد، ومن ثم سحب السرنجه شويه، فايش صار عندنا؟ صار عندنا نزيف داخلي، يعني أنا اخترقت الوريد ورجعت سحبت شوي السرنجة فصار عندي نزيف داخلي، من ثم سبب لي ازرقاق بالإيد. هاي إذا كان صوج المختبري. زين صوج البيشنت شلون؟ أنه ما ضغط على الوريد لمدة كافية، بعد ما سحبت السرنجة أضع القطنة وأقول للبيشنت اضغط على إيدك خمس دقائق، إذا ما ضغط هذه الفترة هذه اذا شال ايده راسا حيصير عندي نزيف داخلي وبالتالي يسبب لي هذا الازرقاق. فالازرقاق يكون من الطرفين، انت كمختبري لازم تعرف عمق الفين الوريد بحيث ما تاذي البيشنت على مود لا يصير عنده هذا الازرقاق ومن ثم يطلع ويظل بس يدعي عليك. تمام؟ نجي هسه احنا سحبنا الدم، اوكي؟ راح نجي نفرغه بالتيوبه. شباب نتفرغ بالتيوبه ما افرغ بشكل قوي وبنص التيوبه، لا، شوف هذه الصوره اللي موجوده امامك، السرنجه وين صايره؟ صايره على جانب التيوبه بحيث ويا الجدار ينزل البلاط. البلاط هو عباره عن شنو؟ هو عباره عن ار بي سيز. هذه الار بي سيز عمود لا اسوي بها دامج او لا اسبب هيمولايسيز، من افرغ الدم افرغه على كيف، وايضا بسحب الدم من اسحب على كيف، لانه هذه الار بي سيز هي كريات، اذا انت ضغطت بالسحب قوي او بالدفع قوي راح تؤدي الى تحطيمه وبالتالي يصير عندك هيمولايسيس. العين تتوسن بعد ما بس بلا زحمه. نعم. الصوره اختفت اني يمي ويم الطلاب نفس الحاله، الصوره اختفت يعني الشيرنج. نعم. هو برزنتيشن موجود بس ما ادري اعرف وين المشكله. اوكي سو بس بريزنت من جديد. اسفه قاطعك بس على مود لا لا عادي، لا اكيد يلا اوكي مشكوره صدقه تدللين رجعت؟ اي اوقف لحظه، اي عيني درينه اوقف انت مجال شويه
والله رجع رجعت له بعد ولا بعد هسه بدي اسوي شير انه بعدها الصفحه مالت الهانج اوت ميت مو ما تصير على الباوربوينت اي هسه زين اوكي حسوي ستوب 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 شيرنج اوكي شباب اوكي بس تمام لحظه لا لا دقيقه يا اي هسه واضح اوكي اوكي هسه تمام تمام اوكي راح اعيد هذه الخطوه مال تفريغ السرنجه بالتيوبه مثل ما نلاحظ هنا من جيت اريد افرغ البلاد من السرنجه الى التيوب افرغه بجدار هنا لاحظ النيدل صار بجدار التيوبه طبعا انا ما افضل ان اتفرغ من النيدل تشيل النيدل واتفرغ فقط من هذه الجزء المطاطي بالجانب التيوبه على مود من ينزل الدم ينزل بشكل سلس ما يسبب لي هيمولايسيس وتحطم لكريات الدم الحمراء. زين بعدها حوديه للسنترفيوج قلنا احنا من اساسيات وجود المختبر الكيمياء هو السنترفيوج. السنترفيوج شباب ارجوكم انتبهوا على فقره الموازنه. انتبهوا على فقرة الموازنة، شوف هذا السنترفيوج اللي أمامك اكو تيوب مقابل تيوب ولازم يكون مثلا أنا حطيت 5 سي سي بلد بهذا التيوب، لازم أقابله 5 سي سي مي بتيوبه تشبه التيوبه، يعني أنا مو أجيب جل تيوب وأجيب بلين تيوب أوازنهم، لا ما راح يتوازنون، جل تيوب بجل تيوب واثنيناتهم بيهم نفس الكمية، إذا هنا عندي مثلا 2 سي سي مي عفوا دم، هنا يقابلها 2 سي سي مي على مود من يفتر السنترفيوج تكون عمليه الفصل بشكل صحيح وما يطق عندك التيوب وبالتالي تخسر التحليل. بعد ما اطلع عفوا التيوب من السنترفيوج حلاحظ عندي هذه الطبقات الطبقه الارثروسايتس او الار بي سي وحتشوف طبقه البافي كوت اللي هي متكونه من الليكوسايتس والبليتليتس وايضا اللي اني احتاجه اللي هو البلازما او السيرام اللي موجود فوق هو اللي راح احتاجه بالتحاليل اليوم ان شاء الله. هذه صوره للجل تيوب موجود بها بلاد، هنا حنشوف ماده الجلي او الجيلاتين الموجوده، الماده السبريت اللي راح تسبب لي يسوي لي فصل. طبعا هذا التيوب يفرق عن البلين تيوب بانه يسهل لي ويسرع لي ويختصر لي وقت. اذا تذكرون من كنا نشتغل على البلين تيوب، البلين تيوب لازم اخليه بالووتر باث مده 5 دقائق يصير تجلط لي الدم ومن ثم اسوي سنترفيوج. هذا لا ما يحتاج، فقط اخلي الدم اوديه سنترفيوج راح يطلع لي بهالشكل هذا 3 طبقات، طبقه السيرم، طبقه الجلي وطبقه الار بي سي. شباب من تسحب من التيوبه لا توصل البايبيتا لمنطقة الجلي. ليش؟ لأنه هنا من راح توصل لهاي المنطقة احتمال الطخ تنزل البايبيتا عندك أكثر، الطخ بالآر بي سي راح يرجع يخبط عندك. فهنا أنت من تريد تنزل بالنظر نزل البايبيتا فقط لمستوى معين، أخذ من عنده السيروم اللي أنت تريده وأطلع. ليش؟ لأن إذا نزلت أكثر حسبب مثل هنا خرق لمنطقه الجيلاتين الموجوده هنا من ثم حتوصل للار بي سي ويخبط عندك الدم ولازم ترجع تسوي فصل المره الثانيه. فهاي النقطه اساسيه انتبهوا عليها. لحد هنا خلصنا من اساسيات سحب الدم او بس خلي اقولكم هاي المعلومه مهمه. مثلا عندنا بالنسبه للفينجر ستيك بروسيجر شباب من تسوي زرق للاصبع او الابهام اول شيء لا تظل مشلب بالاصبع وعاصره، ليش؟ لان هنا الدم حينحصر، ما راح يصير عندك ما راح يطلع، حينحصر الدم. فاول ما تلزم الاصبع تسوي تشكه باللانسيت مباشره تهد الاصبع، بس يعني لا تعوف ايد البيشن فقط رخي ايدك. بعدين ارجع اعصر الاصبع، هنا راح يجيك الدم بسيوله يعني بغزاره. ومثلا وقف عندك الدم نفس الحاله، افتح ايدك شويه وارجع اعصرها. وهكذا الى ان تحصل كميه الدم المطلوبه. بالنسبه للهيرستيك بروسيجر بالنسبه للبيبي او النيو بورن طبعا من هاي المنطقه حتكون منطقه السحب. شباب البيبي او النيو بورن نهائيا لتشكه هو نايم، لان عمليه زرق الطفل وهو نايم ممكن ان يسبب له سكري. فهنا ايش راح تضطر؟ اضطر ان تقعد البيبي عفوا
فقط انه تقوم بزغزغه رجله اكثر من مره، فهو طفل حيحس انه اكو فتشي غريب، بس تشوفه بكى شويه خلاص حس انه اكو فتشي راح يصير بهذه المنطقه، ومن ثم ايضا قوم بزرق رجل الطفل. شباب نفس ما قلت بالنسبه للفينجر، بالنسبه للرجل نفس الحاله، لا تظل عاصرهم تشلب بيها، لا ايضا انطيها مرونه، اعصر شويه ورخي ايدك، اعصر شويه ورخي ايدك، على مود يصير عندك سيوله بدم ويطلع لك كميه الدم اللي انت تريدها. لانه اذا ظليت عاصر وما طلع لك دم حيصير عندك خثره، من تصير خثره لازم تضطر انه تسوي شكه ثانيه، وهنا البيشنت والطفل حينزعج، ما راح تكون انت، ما راح تكون انت مرتاح بعمليه زرق ثانيه. هذا كل ما عندنا بالنسبه لي عمليات سحب الدم. ان شاء الله راح نبلش اليوم، حناخذ اربع اختبارات اللي هو البلاد شوجر، الليبيد بروفايل اللي هو الكوليسترول، الترايجليسرايد والاتش دي ال. طبعا بلاد شوجر احنا دارسينه ونعرف يعني شنو بلاد شوجر، لكن احنا نريد الشيء العملي، اريد شيء اني ابو مختبر، ما حد راح يجي يسالني شنو هذا، مين هذا، هذا جلوكوز مو جلوكوز، هاي كل هالمواضيع مو يمها النظريه، انا دا اتعامل ويا بيشنت. البلاد شوجر عندك نوعين، عندك الفاستنج بلاد شوجر وعندك الراندوم بلاد شوجر اللي هو الاف بي اس، ضروري تنتبهون على المختصرات، والار بي اس، لان هنا الدكتور حيكتب لك بالورقه اف بي اس، ما حيكتب لك فاستنج بلاد شوجر، فانتبه على هذا المختصر. الاف بي اس او الصائم الفاستنج دو ذات تيست افتر 8 اورز اوف ايتينج نورمال فاليوز من 75 الى 110 ملي جرام على الدي سي لتر. اذا اعمل هذا التحليل بعد 8 ساعات من الطعام، يعني يجيني بيشنت كاتب له الطبيب فاستنج، اقول له اعتذر الطبيب طالب فاستنج، فروح وتعالي بعد 8 ساعات، فقط شرب الماء مسموح، الاكل ما مسموح باي نوع من انواع الطعام سواء خل السكر او يحتوي على سكر. مثل ما قلنا القيمه الطبيعيه بالنسبه للفاستنج من 75 الى 110، طبعا اكو بعض الشركات تختلف، اكو من 80 ل 120، اكو من 85 ل 125، لكن هو الرينج العالي له هو لل 120 125. بالنسبه للراندوم بلاد شوجر تيست اللي هو قلنا الار بي اس، do the test after 2 to 4 hours of eating. هذا أيضا هو صح عشوائي، لكن ما أسويش وقت مكان، أسوي من ساعتين إلى 4 ساعات بعد الأكل. يعني من يجيني patient مكتوب بي عنده RBS ويريدني أسوي له عشوائي، أقول له إيش قد صار لك ماكل؟ ساعتين أوكي، 3 ساعات أوكي، 4 ساعات أوكي. حتى إذا أنتم عندكم patient بالبيت أو مريض سكري بالبيت، لا تسوي له كل ساعة تحليل لأنه ما يفيدك، سوي له بعد ساعتين من الاكل او بعد 3 ساعات او 4 ساعات، هذا التحليل حيكون مضبوط ان شاء الله. طبعا هنا النورمال بلاد شوجر نمبرز، ممكن انه المينيمم تكون 70 ملي جرام، والماكسيمم او التو هاي واعتبره خطر هو 150 ملي جرام على دي سي لتر. طبعا ما ننسى النورمال فاليو بالنسبه للراندوم بلاد شوجر هي من 120 ل 170، وقلت لكم هاي تختلف من كت الكت، لكن هذه العالميه المتفق عليها ممكن تكون من 120 الى 170 بالنسبه للراندوم، ومن 75 الى 110 بالنسبه للفاستنج. زين نجي شلون راح نشتغل. طبعا شباب ورقه الكت هي هذه، ستقع واضحه ورقه الكت يمك، ستقع واضحه ورقه الكت. استوسن اي بلي اوكي تمام. ورقة الكيت شباب مثل ما تشوفوها، انا حاولت ان ابسطها لكن حقول لكم عليها الاشياء اللي شلون نقول المهمة. اول شيء اجي عليه من افتح ورقة الكيت هو الريجنت، الريجنت بريبريشن، اشوف اني الكيت مالتي كم علبة موجود بها. طبعا هذا الكيت مالتنا كلش سهل وريدي تو يوز، عندي فقط الريجنت وعندي الستاندر، فمباشرة أقدر أشتغل. أجي أباوع على السامبلز، شنو هي السامبل اللي ممكن أشتغل عليها؟ سيرم، بلازما، ممكن أيضاً أشتغلها كولكتد باي ستاندرد بروسيجر، هي هاي الستاندرد بروسيجر هسه اللي حكيتها مال طرق سحب الدم.
عمود لا يصير عندنا خلل. ايضا اجي على البروسيجر طريقه العمل، هذه طريقه العمل. البروسيجر ممكن اسوي بلانك اصفر بالجهاز، واحتاج اسوي ستاندرد، واحتاج السامبل اكيد للبيشنت اللي يسوي. شباب احنا متفقين على ستاندرد. الستاندرد اسويه يكمل وياي تقريبا من اسبوعين الى شهر. يعني اني اذا صاحب مختبر اسوي الستاندرد واثبته، اذا اني ثلاجتي مشتغله تمام ما عندي مشكله، الستاندرد اسويه واعوف على صفحه. اشتغلت لكم على الستاندرد اليوم للشجر على ما اتذكر طلع 45، ثبتت لكم اياه على السبوره، فانتم ان شاء الله من حتجون تشتغلون الستاندرد موجود، فقط نشتغل سامبل. البلانك، البلانك فقط لتصفير الجهاز، وممكن ان اصفر بالبلانك وممكن ان اصفر بالديستل ووتر. شنو احتاج اذا بدي اسوي بلانك؟ فقط اخذ 1 مل من الريجنت. بالنسبه للستاندرد حاخذ 10 مايكرو لتر من الستاندرد اضافه الى 1 مل من الريجنت. السامبل يعني البيشنات اللي راح تجي عندي، البيشنتس عفوا، اخذ 1 مل من الريجنت و10 مايكرو لتر من السامبل. هسه انتبه هنا، انا سويت هنا أنا بشكل ابسط، شلون اكتب لكم اياها على السبوره قبل. كل اللي راح احتاجه 1000 مايكرو لتر من الريجنت ويا 10 مايكرو لتر من السيرم او الستاندرد. اذا اني راح احتاج تيوبه للسيرم، اسميها اس، وتيوبه عفوا حسميها تي. بس توسن ولو دا تحجين عيني. نعم. الشباب اكو مشكلة انه احنا هذا البرنامج ما يستوعب اكثر من 100، اكو طلاب صار عندهم فصل بالنت ودا يطلعون وما يقدرون يرجعون، فاليوم هاي راح نمشيها بهذا البرنامج ان شاء الله. بالمحاضرات الجاية نحاول نستوعب اكثر بغير برنامج، لان هذا ما دا يقدر يفوت طلاب اكثر من 100. ست تقهوى مو سوى ريكورد؟ اي اذا سوى ريكورد نزل لهم اياهم هذا الريكورد، نزل لهم على ان شاء الله. بس هم هسه عبالهم عندهم مشكله بالبرنامج، مشكله مو بالبرنامج. تمام. يمن المشكله. ماشي عيني؟ تمام، شكرا ست. نرجع، عندي تيست وعندي ستاندرد. اذا انا هسه مثل ما شفت بورقه الكيت، عندي تيست وعندي ستاندرد. التيست هو لي البيشنت اللي راح يجيني المختبر يقول لي يابا انا عندي سكر لو ما عندي. والستاندرد اللي هو اني محضرته اللي قلت لكم اليوم كان طلعته 45. زين ستي شلون طلعتي هذا الستاندرد؟ جد ضفت 10 مايكرو لتر من الستاندرد وضفت 1000 مايكرو لتر من الريجنت. زين بعد سويتي ست وسن، اذا نشتغل فقط ستاندرد، 10 مايكرو لتر من الستاندرد، 1000 مايكرو لتر من الريجنت، خليتهم 5 دقائق بالووتر باث اللي هو شقد درجة حرارته 37، أو أخليه بالروم تمبريتشر لمدة 10 دقائق. أنا أفضل الووتر باث لأنها أنا حأخذ درجة قياسية أشتغل عليها. بعد ما خليته 5 دقائق أقرأ مباشرة read the absorbance of serum or standard on 500 نانومتر السبكتروفوتوميتر، اقراب السبكتروفوتوميتر. الابزوربشن اوف سيرم هذا هو اللي مجهول عندي للبيشنت. الابزوربشن اوف عفوا هنا ستاندرد، هنا انا غلطانه، هنا انا غلطانه، ابزوربشن اوف ستاندرد، ستاندرد ابزوربشن اوف ستاندرد اللي هو انا بعد ما سويت هاي الخطوات طلع لي 45. اذا انا هسه صار عندي الابزوربشن اوف سيرم اللي هو للبيشنت، ابزوربشن اوف ستاندرد اللي هو انا حضرته بهاي الخطوات، اخذت 1000 مايكرو لتر من الريجنت، 10 مايكرو لتر من الستاندرد، خليته 5 دقائق بالووتر باث، وجيت ثبتته هنا 45. زين هسه اذا انا فتحت مختبر وجاني بيشنت قال لي ايش قد عندي السكر، اجي اخذ 1000 مايكرو لتر من الريجنت ويا 10 مايكرو لتر من السيرم، اخليه 5 دقائق بالووتر باث اللي هو 37 درجه، او 10 دقائق
بدرجة حرارة الغرفة، وهي قلت أنا ما راح أعتمدها، أعتمد فقط الخمس دقائق، وأقرأ على الامتصاصية 500، وهنا فرضا طلع لي مثلا 50، أقسم 50 على 45 في السي أو الكونسنتريشن اللي هي 100. زين ستوسن من جبتي هاي المية؟ نرجع على على ورقة الكت. هنا المعادلة واضحة عندي، أي سامبل على أي ستاندرد في السي ستاندرد، وهنا مطيني بالتيبل يقول لي يابا إذا تستخدمين ملي جرام على ديسيلتر فضربين بيش؟ ضربين في 100، وإذا تريدين وحدات ملي مول وأنا متفقة وياكم أنه نشتغل على الملي جرام على الديسيلتر اللي هي 100. هنا أتمنى تكون واضحة. نجي على الكوليسترول، نفس الخطوات بالنسبة للليبيد بروفايل، الكوليسترول، الترايجليسرايد، HDL، LDL، VLDL، خمس اختبارات بالنسبة للليبيد بروفايل. الليبيد بروفايل عندنا الكوليسترول، عندنا السكر، عفوا الدهون الثلاثية اللي هو ترايجليسرايد، عندنا ال HDL هو الكوليسترول الجيد، عندنا ال LDL اللي هو الكوليسترول السيء، وال VLDL هو الكوليسترول السيء جدا. زين نجي على شلون حنشتغل كوليسترول، نفس الخطوات اللي اشتغلناها بالسكر حنشتغلها بالكوليسترول، خطوات جدا بسيطة. أيضا هذه ورقة الكيت، هذه ورقة الكيت، شوفوا هنا أنا أقرأ العنوان كوليسترول، نفس الحالة حجي على الرياجنت، مكتوب عندي رياجنت أند ستاندرد أر بروفد ريدي تو يوز، موجود مباشرة اشتغل. أيضا أجي على السامبل، عندي سيرم أو بلازما كولكتد باي ستاندرد بروسيجر، ممكن أستخدمها سيرم أو بلازما، وأجي على طريقة العمل ستوسن بس بس بلا نعم. زحمة السلايد الثامن انت بدي تشرحي لي بعده بعد السلايد الثامن، لو ترى واقفة يم السلايد الثامن الصورة تاسع هي هسه عبرت زين اوكي عبرت تمام اي اوكي تمام استمر بس انا بحس هذا شوي ماكو وضوح بالصورة يعني حتى صوتك راح وهسه يلا شوية رجع بعدين عود نحل هاي المشكلة هسه خلص هسه صوتي اوكي اوكي ست مشت على التاسعة هسه التاسعة اوكي كوليسترول ديتكشن كوليسترول ان بلاد اوكي اوكي تمام ايضا شنو ححتاج بالكوليسترول ايضا ححتاج 1000 مايكرو لتر من الريجنت و10 مايكرو لتر من السيرم اذا بيشنت او 10 مايكرو لتر من الستاندرد اذا انا دا احضر ستاندرد. طبعا ايضا يوم حضرت لكم ستاندرد للكوليسترول اتوقع طلع 50، طلع عندنا 50 فثبتنا 50، هذا ايضا هنا غلطان انا بالطباعه، هذا ستاندرد اس تي، هذا ستاندرد مو سيرم، طلع عندنا 50 على ما اتذكر 50. اخليه 5 دقائق بالووتر باث، و او اخلي 10 دقائق بدرجه حراره الغرفه، وقلت انا هذا ما ارجح، ارجح الخمس دقائق بالووتر باث او بالانتيبيتر ماكو اشكال، وبعدها اقرا الامتصاصيه على 500 نانومتر واثبت عندي انه يا بطلع لي ستاندر 50. زين في الكونسنتريشن اللي هي 200، ست وصل مين جبتي هذه ال 200؟ نفس الحاله ارجع الى ورقه الكت، اي سامبل على اي ستاندرد في سي ستاندرد، اذا يقول لي 200 اذا تشتغلين ملي غرام على ديسيلتر، و 5.18 اذا تشتغلين ملي مول على اللتر، واحنا متفقين اني اضغط في 200 لان انا اذا اشتغل ملي غرام على ديسيلتر. اذا جيت ابدا اشتغل سيرم نفس الحاله حاخذ 1000 مايكرو لتر من الريجنت زائد 10 مايكرو لتر من السيرم، 5 دقائق بالووتر باث،
واقرا على 500 واجي اثبت النتيجه. مثلا النتيجه طلعت لي 60 فرضا، طلعت لي 60، 60 على 50 في 200 تطلع لي النتيجه، 60 على 50 في 200 تطلع لي النتيجه. زين، نجي هسه على التحليل detection triglycerides in the blood. شلون اتحرى عن التريجليسرايد؟ ايضا هحتاج نفس اللي احتاجيته بالكوليسترول والشوغر. طبعا الحلو بهاي التحاليل انه هي نفس نفس المقادير، احتاج 1000 مايكروليتر من الريجنت، 10 مايكروليتر من السيرم اذا دا اشتغل بيشنت، و اذا دا اشتغل ستاندرد 10 مايكروليتر. ايضا احتاج 5 دقائق بالووتر باث او 10 دقائق بالروم تمبرتشر. قلت انا هاي ما احبذها، احبذ الخمس دقائق بالووتر باث او بالانكيوبيتر. وايضا هنا نريد ذا ابزوربشن سيرم ستاندرد اون 500 نانومتر سبكتروفوتوميتر، اقيسه على سبكتروفوتوميتر. عفوا هذا هنا اجي على السي 200 نفس الحاله، 6 سنتيمتر جبتي هاي ال 200. ايضا حننزل على ورقه الكيت ترايجلسرايد، هذه عندي اياها اي سامبل على ستاندرد في 200 ملغ على دي سيلتر اذا تحضر ملغ على دي سيلتر، و 2.26 ملي السكر سهل 1000 ب10 اقرا على 500. نفس الحاله الكوليسترول 1000 ب10 اقرا على ال 500، التراي 1000 ب10 ايضا اقرا على 500. الصعوبه وين؟ عفوا الصعوبه بال اتش دي ال. هنا عندنا الاتش دي ال، هنا مشكله بي شويه يراد لنا تركيز. الاتش دي ال احتاج وجود الكوليسترول، احتاج وجود الكوليسترول. هذا ال HDL لما كتبت العنوان. فاذا انا احتاج وجود الكت ال HDL على صفحه، واحتاج وجود الكوليسترول على صفحه. هسه راح نشوف شلون راح نحتاجهم. اجي اخذ من ريجنت اي اللي هو ريجنت الكت العادي مال HDL، اخذ 0.2 مول، يعني ايش قد مثل ما شرحت بالبدايه؟ يعني 200 مايكروليتر، ويا 0.5 مول هنا يعني ايش قد؟ يعني 500 مايكروليتر. اسوي لهم ميكس ويل واخليهم وين؟ 10 minutes at room temperature، اخليهم موجودين بدرجه حراره الغرفه اللي هي 10 دقائق، لمده 10 دقائق. درجه حراره الغرفه عاده من 17 إلى 25، هذه الدرجة مقبولة تمام. بعد ما انتهت العشر دقائق أسوي سنترفيوج at a minimum of 4000 RPM، 4000 دورة بالدقيقة، أيضا لمدة 10 دقائق. إذا أخذ السامبل اللي هو السيرم ويا الريأجنت 200 500، أخليه 10 دقائق بدرجة حرارة الغرفة. بعدين أسوي سنترفيوج على 4000 RPM لمده 10 دقائق، وهاي انتم تعرفون لازم منين تتحكمون بالدورات بالسنترفيوج، هاي اخذتوها بماده الاجهزه المختبريه. بعدين كيرفول كولكت ذا سوبر نيت بعنايه وبلطف، اجمع فقط الراشح. من راح اطلع اليوتيوب من السنترفيوج حتلقى رائق وتلقى راسب، اجمع الرائق بلطف على مود لا يرجع ينمزج ويا الراسب. زين، جمعت الرائق على صفحه وخلص لهنا، خلصت هذه الخطوه. حاجه على الخطوه الثانيه، شنو اللي راح احتاجه؟ اذا انا حاجه على السامبل فقط، عفوا الستاندر عفوا البلانك. بعد ما جمعت هنا الرائق خلص صار عندي رائق جاهز، هنا خلينا نكتب رائق
تمام؟ اللي احتاجه تيوبة جديدة اخلي بيها 1000 مل، يعني 1 مل من ريأجنت بي، واقصد هنا بالريأجنت بي هو الكوليسترول، واخلي 50 مايكروليتر من السامبل سوبرنيت، يعني من الرائق اللي موجود. يعني مو هذا الرائق اللي طلعته، حاخذ منه 50 واخليها وين؟ بالسامبل. وايضا اخلي وياه 1 مل من الكوليسترول. بعدها حسوي له ميكس ايضا، واخلي 30 دقيقه ات روم تمبريتشر، لازم من 16 الى 25، اور 10 مينتس ات 37 سنتيغريد. ايضا انا افضل ال 10 دقائق بال ووتر باث، ومو اشكال حتى اذا بقيت درجه حراره الغرفه، من ناحيه انه انت تضمن هنا عندي درجه حراره الغرفه وهنا درجه حراره الغرفه، ايضا ما تفرق. ايضا بعدها اسوي له ابزوربشن، او اقيس عفوا الامتصاصيه على 500 نانومتر against the blank، ضد البلانك، واللون ممكن يبقى عندي ثابت لمدة 30 دقيقة. إذا هسه افتهمنا السامبل، راح أعيد بالنسبة للسامبل. السامبل أخذ 200، 500، 200 من السيرم، 500 من الريأجنت A، أخليه 10 دقائق بدرجة حرارة الغرفة. بعدين أخليه 10 دقائق بسنترفيوج لمدة 4000 دورة بالدقيقة. بعدها اجمع الرائق بشكل بعنايه او بلطف. خلصت هذا التيوب، اجي اسوي تيوب جديد، اخلي بي 1 مل من الريجنت بي او 1000 مايكروليتر، واضيف من الرائق هذا اللي حضرته 50 مايكروليتر لهذه التيوبه. ايضا اخليها نص ساعه بدرجه حراره الغرفه، او 10 دقائق بدرجه الووتر باث اللي هي 37، واقراها على 500. هذا الشغل بالنسبه لي السامبل. زين ست، والستاندر شلون؟ نفس الشغل، ما عدا انه بمكان ما اخلي سامبل اخلي ستاندرد. ايضا اخذ 200 من الستاندرد، 500 من الريجنت اي، اخلي 10 دقائق بدرجه حراره الغرفه، 4000 دوره بالدقيقه لمده 10 دقائق، اجمع الرائق، ومن ثم اخذ 1 مل بتيوبه جديده من الريجنت بي او الكوليسترول، و50 مايكروليتر من الرائق اللي حضرته. هذا بالنسبه لي الستاندرد. زين ستو البلانك، ايضا البلانك تقدر تحضره وتقدر ما تحضره، تقدر تسوي على الدستل ووتر. ممكن تاخذ 1000 مايكروليتر من الريجنت بي و50 مايكروليتر من الدستل ووتر ونحضر بها البلانك. ممكن مباشره تصفر بالدستل ووتر، ماكو اشكال. زين بعدها طلع لنا نتائج بالنسبه للسامبل، وطلعت لنا نتائج بالنسبه للستاندرد. حنضرب 52.5 مليغرام على الدي سي لتر، لان اني احتاج شنو؟ احتاج مليغرام على الدي سي لتر، واذا انت تريد وحدات بالملي مول على اللتر تضرب في 1.36. زين ست، انت لحد الان شرحتي لنا ثلاث اختبارات، عفوا اي نعم، ثلاث اختبارات من الليبيد بروفايل اللي هو الكوليسترول، التراي والاتش دي ال. زين باقي فين نطلعهم؟ نطلعهم بشكل حسابات. الكالكوليشن حيكون بالنسبه للفي ال دي ال باي على 5، وال LDL حيكون كوليسترول ناقص عن VLDL زائدا HDL. هذه هي القيم الطبيعية، القيم السيئة جدا، المتوسطة، العالية بالنسبة لل HDL، ال LDL، triglyceride والتوتال كوليسترول. زين نجي هنا عندنا سؤال، أريد سؤال تطبيقي. For example, a man suffers from the atherosclerosis. The physicians asked some tests. One of them was lipid profile. At lab, the results was. طلب الطبيب من شخص يعاني atherosclerosis وطلب من عندك lipid profile. كانت عندك الاختبارات: كوليسترول 200، التراي 225، والHDL 50 ملغرام على ديسيلتر. شلون ممكن أطلع الVLDL؟ ال VLDL فقط حقول تراي على 5، يعني ال 225 على 5 حيساوي لنا 45. بالنسبة لل LDL كوليسترول ناقصا VLDL زائد ال HDL، يعني كوليسترول 200 ناقصا ال VLDL اللي هو طلع لنا 45 زائد ال HDL اللي هو طلع لي 50. وبعد إجراء العملية الحسابية حيطلع لي 105 ملغرام على الديسيلتر.
لهنا أنا انتهت محاضرتنا، أتمنى أن تكون كانت محاضرة قيمة. إذا أكو أي سؤال أو استفسار أنا حاضرة. بس تتوسن ستكون بلا نزلتي الفورمات؟ ايه هو انا قاعد احكي وياهم صارت عندهم مشكله شباب، انتم ما مسجلين بالايميل الرسمي، انتم تقولون احنا ايميل رسمي ترى مو بالكلاس ولا بهذا البرنامج، الجوجل مالتكم انا مو قلت لكم الجوجل شوفوه، اذا الجوجل رسمي يفتح عندك استماره، اذا مو رسمي حول الجوجل رسمي وارجع واطلع من الرابط وارجع مرة تلخ فوت على الرابط راح يفتح يمك. ماكو فاتحه رسمي دنيا جواد، مو رسمي مستحيل، فاتحه رسمي مو بهذا البرنامج، اقصد على الجوجل. انتو شو ناسين ناسين الرسمي شلون يصير؟ انا حسد التسجيل حتى اذا اسئله الطلاب عندهم خليك تكتب بالشات اللي عنده سؤال.